وقد كانت الجزائر أول دولة تعترف بحكومة الثورة الفرنسية عام 1789، حتى أنها دينت فرنسا على مدى أعوام ثمن الصادرات التي كانت تزودها بها. لكن الشرارة الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر بدأت كما تبدأ كل الحروب الكبيرة بحدوتة صغيرة، في قصر الوالي الجزائري حسين باشا. في واحد من دواوين القصر طالب الوالي القنصل الفرنسي بأن تدفع فرنسا كل الديون المستحقة عليها للجزائر ثمن الصادرات، لكن القنصل حقر قيمة الدولة الجزائرية أمام الوالي، فما كان من الوالي إلا أن رد بضرب القنصل الفرنسي بمروحته. ضربة المروحة تلك كانت موجعة لكرامة الإمبراطورية الفرنسية، إذ تذرعت بها لبدء الهجوم على الجزائر واحتلالها. هكذا اجتاحت القوات الفرنسية الساحل الجزائري واحتلته بالكامل عام 1835، ليشهد الساحل الجزائري فور ذلك إقامة مستعمرات وموانئ للفرنسيين والأوروبيين اللاهثين خلف موطئ قدم على طول الشاطئ. قصة حادثة المروحة كانت في الحقيقة مجرد ذريعة، لأن هذه الحادثة وقعت سنة 1827، في حين أن الغزو كان بعد ذلك بثلاث سنوات. من خلال هذا التسلسل الزمني يمكننا استخلاص أن حادثة المروحة كانت مجرد ذريعة أو حجة لفرنسا حتى تضع قدمها على الأراضي الجزائرية. ضربة المروحة أو المنشة أو سميها كما شئت، هذه مجرد محاولة تبرير اعتداء، محاولة تبرير اعتداء. أما الأسباب الحقيقية فالديون كانت مترتبة على فرنسا، وينبغي أن نذكر دائما